محمود عمر محمد عبد العزيز 24 سنة، والتاني عيسى الصباغ 18 سنة. الاتنين كانوا رايحين مصر، فجأة اختفوا فين؟ محدش يعرف. أهلهم بلغوا ألمانيا عن ولادهم اللي اختفوا، وألمانيا اتحركت. ألمانيا تفتح تحقيقا عاجلا في اختفاء شابين ألمانيين في مصر وتخوف من مصير ريجيني. مين اللي اتكلم عنهم؟ اللي اتكلم عنهم الألمان. ألمانيا طلعت تطالب بيهم، والموضوع ناقشه البرلمان الألماني. ده جزء من اللي قاله نائب برلماني من نفس المدينة اللي ينتمي إليها الطالب محمود عمر، وهي مدينة جوتنبرج. تعال نشوف قال إيه. لا يجوز بأي حال من الأحوال تزويد مصر بالسلاح، بينما المواطنون الألمان يختطفون ويعتقلون هناك، وما حدث للطالب محمود في مصر يعد اختطافا منظما من الدولة. لا اختطاف منظم من الدولة بيحصل بقاله أكتر من 5 سنوات لكل الشعب على قدم المواساة، لا فرق بين غني وفقير، أي حد معرض للاختطاف في مصر في أي توقيت. اسأل بتاع لبوار، واسأل ممدوح حمزة، واسأل الغلابة، واسأل الكبار وصغار قصيرين. بلد انتهكت فيها كل الحرمات. مصر بعد ضغط ألمانيا، امسك نفسك ولا ما تمسكش، مصر بعد ضغط ألمانيا قالت انهم من داعش، واجبرتهم يتنازلوا على الجنسية المصرية للمرة 20 في عهد الخسيس. للمرة 20 في عهد القذر تصبح سقوط الجنسية هو ثمن الحرية. تم ترحيل الشاب الألماني محمود عبد العزيز من مصر بعد ما كانت الجنسية تنازله عن الجنسية ثمن حريته. الشاب الألماني مش مصري خلاص، نزل على الجنسية. طبعا مصر غصب عن أي حد. طلع فيديو لما وصل بقى أرض الأمان، ها؟ خرج من الأرض الظالمة أهلها، واللي خرج منها موسى خائفا يترقب. خرج وحكى اللي حصل له من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أنا محمود عبد العزيز، أنا دلوقتي في ألمانيا، وكنت عايز أشكر جميع من وقف معي في الفترة اللي أنا نزلت فيها مصر يوم 27 ديسمبر بنية أني أزور جدي المريض وجدتي. فأنا كنت عايز أشكر جميع من وقف معي، سواء كان في ألمانيا أو في مصر عن طريقة النت أو عن طريقة أي حاجة، وأعرفهم أنا مقدر جهودهم جدا، وأتأسف لجدي وجدتي أن أنا ما زرتهمش وما سلمتش عليهم. تخيل الجملة دي ما حدش علق عليها. تخيل العصابة الفجرة اللي بتحكم البلد بعد كل ده ما سمحولوش يبص على جده وجدته. يعني مش محتاج اقول لك في ارض العمر يشوف اهله، لا ما يشوفش. ليه؟ عشان احنا فجر، عسكر فجر، خلاصة التفل اللي مصر هتتخلص منها وتلفظهم باذن الله. وكنت عايز اوضح بعض الامور على وجه صحيح. اولا ان انا طالب زي اي واحد طالب، وأتمنى جدا إن استكمال منحة الدراسية اللي أنا حصلت عليها بصعوبة جدا وبعد انتظار طويل. أنا لدي استعداد لحضور أي مؤتمر صحافي تنظمه الصحافة الألمانية. أنا أجبرت على تصوير فيديو فوتوغرافي من جهة الأمن المصري، وأنا دلوقتي في أمن وأمان في ألمانيا، أرفض وأنفي جميع ما قلته في هذا الفيديو. اللي هو مشهد بقى مكرر اكتر من ختام الافلام المصريه والمسلسلات المصريه كده. مشهد بقى مبتذل للاسف الشديد، اللي هو كل حاجه بالاجبار والقهر داخل البلاد. كل حاجه. مئات الوقائع، الاف، عشرات الالاف. لا حقيقه. بلد بتعوم في الكذب وبتتنفس كذب
وبتعيش على اللقطة والأكاذيب والفجر والفجور والقذارة والنتانة، كل شيء قذر زي العسكر لا ما بيعيشوش إلا على الجيفة، بس كل شيء نتن. أرفض وأنفي جميع ما قلته في هذه في هذا الفيديو. رأيي في الإسلام أنه السلام وأنه السلامة، وهذا هو المعروف عني والمشهور عني. كذلك أني أرفض انتمائي لأي حزب من الأحزاب أو أي فرقة من الفرق، وعلى وجه الخصوص أني من أبعد الناس عن الدواعش. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أنا داعشي ولا أنا حاجة، مستعد أعمل مؤتمر صحفي ودول كدابين، خلونيش أشوف جدي وجدتي بعد كل القذارة دي. حتى ده بيبقى محكوم عليه بالإعدام، بالإعدام ومعترف ويشوف قرايبه، من حقه انه يطلب طلب. لا انت تنزع جنسيتك، ما تشوفش جدك وجدتك وتخرج اي بلد، يقول لك مصر يعني حضن.